دائما مازال مواصلين معكم ومع لالا توريا كنعاونوها باش تعاود لا ديكو ديال الدار ديالها كامله. البارح كنا في الصالون، اليوم حنا في الكوزينه. الكوزينه ديال لالا توريا اللي عاودتها اكثر من جوج المرات، ولكن كل مره النتيجه ما كترضيهاش. لالا توريا، شنو اللي خلاك تعاودي الكوزينه جوج المرات وعلاش ما كتعجبكش؟ كل مره كتعاوديها ما كتعجبكش. هي في الحقيقه كل مره كنت نعاودها ما تتعجبنيش، ربما ما سنطيحش في داك كندير اغلاط. يعني دابا ملي كيكون انسان كي في الميدان راه غادي يقول لك اش البلاصه غادي ديري شنو غادي دير. يعني انا من راسي كندير اقتراحات ديالي، ما داكشي ماشي ما عجبنيش وما سلكنيش. طيب احنا لاحظنا بانه كان عندك بالكون حيدتيه ودخلتيه في الكوزينه باش تقلبي على اتساع. داكشي اللي كان مع الكوزينه دابا تنبغيو المراه كتبغي الكوزينه فين تكون مرتاحه فيها. بالنسبه لهذا كنت حليته، كان بالكون وحليته، كان ديال بيوندري وحليته ودرت فيه ان بوتاجي، نزلت فوق منه لا كويزينيير وما عادش ترجمت تدخل البرد وتيدخل كوروندير، ما داكشي ما تمشاش. عاود بدلت عاود ثاني كما كتشوفي، عاود درت لا كويزينيير. وشنو اليوم شنو بغيتي في الكوزينه؟ واش بغيتيها تبدل كلها؟ شنو اللون اللي بغيتي يكون عندك في الكوزينه؟ واش عندك شي فكره ولا ناخذوا الافكار كلها من عند ايمان؟ وهي اللي غادي تقترح عليا، لان انا اقتراحاتي ما تسلكاش. طيب هي اللي غادي تقترح. ايمان من جدو، لالا توريا عاودت الكوزينه كيف ما سمعنا اكثر من جوج المرات ولكن ما كتعجبهاش النتيجه. ها احنا دابا واقفين في الكوزينه، شنو بالك؟ هي بصراحة تيبقى على حساب البيدجي ديالها. يعني بإمكاني نقولها نقدروا نعودوها كاملة، يعني يكون عندي أل اللي غادي يكون عندي الليفيي ديالي غادي يكون عندي تحت سرجم باش ما يبقاش عندي هذا المشكل، والبوطة ديالي غادي تكون فوق في البوطاجي وغادي يبقى لي أن بلون دو ترافاي اللي هو كبير. دابا هادو غير دي بروبوزيسيون إلا بغينا نعودو كلشي، وتازليج ديال الكوزينة غادي نحيدو وغادي نديرو غير خامة ولا كريدونس ديالها. طيب سمحي لي ايمان، غنحيدو الزليج في الكوزينه اللي في الحيط باش غنعوضو بالصباغه اللي غادي يكون عليه البلان دو ترافاي، غادي يدور كله بالمارك يعني داك لا كريدونس، واللي باقي الرخامه في البلان دو ترافاي والفوق واللي باقي غادي ندوروه بالصباغه غادي يجي جميل بركه. لان داك الزليج اصلا هو تيخنق، نقدر ندير غير صباغه مزيونه تكون ان بو بريونت. واللي كنقترح على اون بلوس نقدر مثلا ندير اون طابل غابا طابل هنايا تنطلعها وتنهبطها، يعني الا بغيت نجلس ناكل هنا، بغيت نجلس تنطبخ ولا شي حاجه، بغيت نجلس ما نبقاش واقفه معذبه، يعني تكون براتيك او ميم طون، او ميم طون تكون عندي فلويديتي، يعني كندخل تنخرج ما كنحش بها صغيره، واخا هي صغيره ويكون فيها بوكو دو رونجمون، يعني نعرف كيفاش نخدمها او نيفو ديال لي رونجمون. وبالنسبه لي بلاكار كنتكلموا دائما في البرنامج ايمان مثلا على البوطاجي، من الارض حتى اللافابو خصها تكون 90 سنتيم ومن فوق البوطاجي خصها تكون 60 سنتيم حتى لي بلاكا. طيب واش لالا توريا يعني محصر مع هذه القاعده في الكوزينه ديالها، وباش كتنصحيها يعني حتى في البلاكا واش تخليهم وتعاود غير تصبغهم باش يبانوا اكثر ولا شنو دير؟ هنا المشكل هو هذا، الا بغات مثلا تخلي لي رونجمون ديالها باش تقصاصت شويه نقدروا نعاودوهم في الصباغه، نبدلوا له مثلا فيتراج لي بوان الى غير ذلك، لكن غيكون عندها شويه ديال الخساره. ديالاش ديال غنحيدو داك الليفيي وغادي نديوه بلاصه اخرى، وغادي نديبلاسي الريفريجيراتور ديالها لمكان اخر، يعني جوست على الجينا مثلا اللي غادي نحيدو نقدر مثلا نجيبوها هنا، يعني كتدخل تجي الثلاجه كتجي كتشد بلاصه حيت هنا حتى مع الاضاءه ديال هذا شاده الاضاءه ديال الشرجم. وبالنسبه لابلاك تقدر تحول لو ماكسيموم، يعني من الجهه الاخرى من الاخر ديال البوطاجي هكا باش يبقى لها ان بلون دو ترافاي كبير فين تقدر تخدم، وتا لا اوت ديالها نقدروا عاد نصاوبوا مثلا ان بلاكار اللي غادي يجي تحت من لاوت فوق من لاوت باردون. صافي سي تو، يقدر مثلا يبقاو لي ميم رونجمون هنا، ولكن هذا التحت ثاني غادي تجي ديك لاطابل، غادي تجي اون طابل غافا طابل اللي غادي نخدموا عليها. بالنسبه لاكولور لا كولور الصباغه اللي بغيت نعاود، كاين بوكو دو شوا دو كولور، يعني نقدر ندير ان غري غادي يجيني فريمون مزيون افيك دي بتي توش بالغوج، يعني غير واحد مثلا لي تيغوار ولا شي حاجه اون غوج ماشي كلها، غادي يجي فريمون مزيون. ولي بواني لو فيت اللي غنبدل حتى لي بواني غيكونوا هكا كرومي غيعطيو جماليه اكثر للكوزينه، وبيان سور حتى المغرب
زعما تقدر دير المغرب اللي بغيت نديرو ندير هكا كوارتز بحال شكل ماشي كوارتز بلوتو هذا الغرانيت نقدر ندير كوارتز واخا الثمن ديالو طالع ولكن راه فريمون كيجي جميل بزاف. طيب وبالنسبه للارضيه يعني ديال الكوزينه شنو تقترحي لها في الزليج في الطابي شنو ممكن دير في الارضيه؟ الارضيه تقدر تبدلها لان عندك غير هاد لابارتي هادي عندها غير ان بوتيت اسباس يعني ديجا ملي كيكون عندي صغير حتى في البيجي ما كيكونش عندي كثير بزاف يعني كنقدر نزعم فيه هذا ما كان واش من اقتراح هنا نبغي يكون عندنا الكريسيرام اللي يكونوا بلان ماس يعني من بعد بحال كي كنشوفوا هنايا عندها في الكارلاج ديالها لي جوان خاويين الا طاحت لها شي حاجه كتشقلها فوالا لان هاد الكريسيرام يسبورت البلاصه اللي فيها الخدمه بزاف اولا عندي مثلا غروند سيرفاس ولا شي حاجه فيها الفايفيان دونك كنخدموا بهذا النوع ديال الكارلاج هو اللي غنصحها هنايا يكون فيه ديال 30 على 60 غادي يجي مزيون افيك ان بوتي جوان. وبالنسبه لهذيك البلاصه قلنا غادي نديرها نديرو فيها ليفي واش ممكن ندير حتى لا ماشينه لا فيفي بيان سور غادي نستغل هذيك البلاصه فيها ديجا منين دايز الماء وداك الشيء هي كانت محيطه واش ممكن حتى هي ننزلها تما طبعا ممكن ديرها تمايا غادي تجيك تمايا الماشينه لافي وان بارتي اللي غادي تكون فيها ليفي ديالك وهنايا غادي يولي عندي ان غران بلون دو ترافاي وغادي تبقى لي واحد 60 سنتيم فين غادخل الثلاجه ديالي. وبالنسبه للماء لو ميم ان شاء الله ندير بحال تقدر دير لو ميم ولكن تقدر تبدل علاش لان لو فيت اللي غنحيدو الليفي ديجا غنضيع فيها الخامه ديالي فهمتي غتحيد الليفي وتحيد منها البوطو غتمشي لي الخامه دونك اوتوماتيكمون غادي تعاود لها الرخام كامله غادي يجي لو سوكل حتى هو كيكون بالماء ولا كريدونس تطلعها ما بغيتيش كطلع مثلا عندي هكا دي بلاك ديال دي بلاك دو كويسو اش كنديرو كنديرو غير في لا بارتي مثلا هنا الا ما بغيتش نخسر بزاف الا عندي بوكو دو فري تنطلع غير في لا بارتي دو كويسو في كنطلع هذيك لا كريدونس وكندير اون بوتيت بلات دايره صغيره سي تو. شكرا هادشي المهم هادشي عجبني بزاف هادشي عجبني نتمنى ان شاء الله نحقق هاد الحلم هذا وتصوب هاد الكوزينه ان شاء الله وتجيو ان شاء الله تصوروها عاود من بعد تصاوب ان شاء الله ان شاء الله على لاله توريا. دابا اللي بقى لينا هي الغرفه ديال النوم ديال لاله توريا غنمشيو نكتشفوها خليكم معنا مستمعاتنا ومستمعينا في الفقره المقبله غادي نتعرفوا اكثر على الديكورات وعلى الالوان اللي غادي تقترحهم الخبيره في الديكور ايمان بن مجدوب على لاله توريا دائما على اصوات